بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما زلنا في الدرس 5-5 بعنوان الكهروسالبية والقطبية. نستذكر أهداف الدرس. يتوقع في نهاية هذا الدرس أن تكون قادرا على أن تصف كيف تستخدم الكهروسالبية لتحديد نوع الرابطة، وقد استكمل هذا الهدف في الحصة الماضية، أن تقارن بين الروابط التساهمية القطبية وغير القطبية والجزيئات القطبية وغير القطبية، وقد استكمل هذا الهدف في الحصة الماضية، أن تعمم خواص المركبات ذات الروابط التساهمية، وهو هدفنا في هذه الحصة. نتوجه إلى ورقة الشرح، ورقة رقم 36، الفصل الخامس، الروابط التساهمية، الدرس 5-5، الكهروسالبية والقطبية، الحصة 2 بعنوان خواص المركبات التساهمية والمواد الصلبة الشبكية. الاستهلال: عند النظر إلى أصل الرمال والغبار سنجدها من الصخور، فجميعها من نفس المكون، بمعنى أن الصخور تتفتت فيتكون الرمال، والرمال تتفتت فيتكون الغبار. فالمواد التي تكون الصخور هي نفسها المواد التي تكون الرمال، هي نفسها المواد التي تكون الغبار. ومع ذلك فالصخور تتخذ شكلا ثابتا لا يتغير، بينما الرمال تتخذ شكل الإناء الذي توضع فيه ويمكن سكبها، أما الغبار فينتشر في أرجاء المكان الذي يوجد فيه. وهذا الاختلاف نابع عن مدى تماسك حبيبات كل منها. فالصخور حبيباتها متماسكة وتتحرك ككتلة واحدة، أما الرمال فحبيباتها متلاصقة وتنزلق بعضها على بعض، أما الغبار فحبيباته صغيرة جدا وكتلتها منخفضة جدا، فهي متفرقة وتملأ المكان الذي توجد فيه. وبشكل مشابه تختلف الحالة الفيزيائية للمواد، والمقصود بالحالة الفيزيائية بأن تكون المادة صلبة أو سائلة أو غازية، فتختلف الحالة الفيزيائية للمواد باختلاف قوى التماسك بين جزيئاتها. هذا ما سنناقشه في هذه الحصة. لماذا عند تسخين جليد الماء أي الثلج الصلب يتحول إلى ماء سائل ثم إلى بخار ماء، أي يتحول من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة ثم إلى الحالة الغازية، ويبقى في كل الحالات الثلاث ماء؟ ما السبب في ذلك؟ لأن الطاقة الحرارية تعمل على إضعاف قوى الجذب بين الجزيئات الجليد فيتحول إلى سائل. لو نظرنا إلى الرسمة في اليسار نجد أن الجزيئات متراصة ومتقاربة جدا، بينما الماء السائل فالجزيئات ليست متراصة كما في الجليد، ولكنها لا زالت متقاربة نوعا ما. فالحرارة عملت على إضعاف الروابط بين الجزيئات وأعطتها نوع من حرية الحركة والابتعاد عن بعضها بعض الشيء، ثم تعمل أي الحرارة تعمل على تكسير تلك القوى فتنفصل الجزيئات عن بعضها البعض ويتحول إلى بخار ماء، أي يتحول إلى غاز. عند زيادة التسخين في الماء فتتكسر الروابط التي كانت تمسك الجزيئات ببعضها وتتفرق الجزيئات عن بعضها، فتتخذ الحالة الغازية التي تكون للجزيئات حرية الحركة في جميع الاتجاهات. ما سبب اختلاف خواص المادة؟ يعود سبب اختلاف خواص المادة إلى قوى الجذب بين جسيماتها، فهناك قوى تجذب الذرات إلى بعضها فتتكون الجزيئات أو وحدات الصيغ، وهناك قوى تجذب الجزيئات إلى بعضها فتتكون حالات المادة صلبة سائلة غازية. وتختلف الخواص في كل مادة باختلاف هذه القوى، سواء التي تكون داخل الجزيئات أي تربط الذرات ببعضها، أو التي تكون بين الجزيئات فتربط الجزيئات ببعضها. ما مصدر قوى الجذب في المركبات التساهمية؟ وما مدى قوتها؟ وما الذي تربطه؟ في إجابتنا على الاستفسار الذي يسبق هذا ذكرنا أن هناك قوى تكون داخل الجزيئات فتربط الذرات ببعضها وتكون الجزيئات، وقوى تربط الجزيئات ببعضها فتتكون حالات المادة. أي أن هناك نوعان من القوى، النوع الأول الروابط التساهمية بين
الذرات أي في الجزيئات أو داخل الجزيئات، وهي قوية تربط ذرة بذرة وتشكل الجزيء. النوع الآخر هو القوى بين الجزيئات وتسمى قوى فاندرفال، وهي ضعيفة نسبيا تربط جزيء بجزيء. إذن الركبات التساهمية يوجد بها قوى داخل الجزيئات وهي الروابط التساهمية، وقد درسناها بشيء من التفصيل طيلة الفصل الخامس، وسنركز في حصة اليوم على النوع الآخر القوى بين الجزيئات أو قوى فاندرفال التي تربط الجزيئات ببعضها أي جزيء بجزيء. فما هي أنواع القوى بين الجزيئات أو قوى فاندرفال؟ هناك ثلاثة أنواع من القوى بين الجزيئات. النوع الأول هي قوى التشتت، والنوع الثاني هي قوى ثنائية القطب، والنوع الثالث هي الرابطة الهيدروجينية. فكيف تنشأ كل قوة من القوى بين الجزيئية أو كل قوة من قوى فاندرفال، ومدى قوتها؟ أي نقارنها ببعضها. القوة الأولى وهي قوة التشتت تنشأ بين الجزيئات غير القطبية، وهي قوة ضعيفة، ولذلك نجد أن الجزيئات الثنائية مثل الفلور والكلور والهيدروجين والأكسجين التي ذكرنا في الحصة الماضية بأنها ذات روابط غير قطبية، تكون هذه الجزيئات أو المواد على شكل غازي، والسبب هو أن القوى التي بين جزيئاتها هي قوة تشتت، وبالتالي تمتاز هذه القوة بأنها قوة ضعيفة. النوع الثاني من قوى فاندرفال أو القوى بين الجزيئية هي قوة ثنائية القطب، ويتضح من الاسم بأنها قوة تنشأ في الجزيئات القطبية، وذلك بسبب اختلاف شحنات أطراف تلك الجزيئات، أي أن الجزيئات القطبية تشكل ما يشبه المغناطيس الصغير، فينجذب كل طرف من أطراف هذه المغناطيسات الصغيرة إلى الطرف المغاير من المغناطيس الصغير الآخر، فتتجاذب إلى بعضها، وبالتالي تكون هذه القوى البين جزيئية وهي ثنائية القطب أقوى من قوى التشتت. وعليه تمتاز المواد القطبية بأن حالتها الفيزيائية تكون غالبا إما سائلة أو صلبة. النوع الثالث من القوى بين الجزيئية أو قوى فاندرفال هو الرابطة الهيدروجينية. من اسمها يتضح أن هذه الرابطة يكون أحد أطرافها هو الهيدروجين، ولكن تكون الهيدروجين في جزيء ومتصلة بطريقة ما بذرة من جزيء آخر، فهي قوة بين جزيئية وليست داخل الجزيء. وتمتاز هذه القوة بأنها أقوى القوى بين الجزيئية، فهي أقوى من ثنائية القطب وأقوى من التشتت، وتنشأ عندما أي القوة الهيدروجينية تنشأ عندما يتحقق فيها شرطين. الشرط الأول أن ترتبط ذرة الهيدروجين برابطة تساهمية قطبية في نفس جزيئها بذرة ذات كهروسالبية عالية، يعني ترتبط برابطة تساهمية قطبية في جزيء، والذرة التي تكون مرتبطة فيها في نفس جزيئها شرطا فيها أن يكون كهروسالبيتها عالية، مثل ذرة الأكسجين أو ذرة النيتروجين أو ذرة الفلور، هذا يكون في الجزيء الأول. أما الشرط الثاني أن يكون هناك جزيء آخر به ذرة ذات كهروسالبية عالية مثل الأكسجين والنيتروجين والفلور بالجزيء الثاني. ماذا يحدث عند تحقق هذين الشرطين؟ فتنشأ الرابطة الهيدروجينية بين الهيدروجين من الجزيء الأول والذرة عالية الكهروسالبية في الجزيء الآخر. طبيعي أنه لا يوجد جزيء بمفرده، وإنما توجد عدة جزيئات أو كم هائل من الجزيئات، فعند تحقق الشرط الأول في الجزيء الأول فلا بد أن يكون هذا الشرط متحقق في الجزيء الآخر، فلا يوجد جزيء يمشي بمفرده أو يكون بمفرده، فبالتالي يكون هذين الجزيئين مرتبطين ببعضهما كما في الصورة المجاورة. نجد أن جزيء الماء يتكون من أكسجين مرتبط بذرتين هيدروجين، والأكسجين يمتاز بأن كهروسالبيته عالية، والجزيء الآخر أيضا يتكون من أكسجين وذرتين هيدروجين، فجزيء الماء الروابط فيه قطبية كما درسنا ذلك في الحصة الماضية، فتنشأ الرابطة الهيدروجينية بين الهيدروجين من الجزيء الأول مع الأكسجين من الجزيء الآخر، فالهيدروجين من الجزيء الأول يكون موجود
موجب الشحنة جزئياً والأكسجين سالب الشحنة جزئياً، فتتجاذب هذين الجزيئين إلى بعضهما وينشأ نفس الرابطة الهيدروجينية بين الجزيء الثاني والجزيء الثالث، وبين الجزيء الثالث والجزيء الرابع، وبين الجزيء الرابع والجزيء الخامس، وهكذا. أي أن الجزيئات تكون مترابطة ببعضها من خلال الروابط الهيدروجينية. نلاحظ هنا أن الرابطة الهيدروجينية شبيهة جدا بقوى ثنائية القطب، فهناك قطب موجب في ذرة الهيدروجين وقطب سالب في ذرة الأكسجين أو أي ذرة ذات كهروسالبية عالية. إلا أن الرابطة الهيدروجينية تمتاز بأن قوتها أكبر من قوى ثنائية القطب، ومن ذلك نستنتج أن القوى بين الجزيئية تتدرج من الأضعف إلى الأقوى. فلترتيب القوى بين الجزيئات حسب قوتها من الأضعف إلى الأقوى يكون قوى التشتت هي الأضعف، ثم قوى ثنائية القطب أقوى منها، وأخيرا الرابطة الهيدروجينية هي أقوى القوى بين الجزيئية. نلاحظ هنا أن القوى بين الجزيئية تختلف في قوتها، وهذا يؤثر بالطبع على الحالة الفيزيائية للمواد التي تكون فيها إحدى هذه القوى، وبالتالي نستنتج أن خواص المركبات الجزيئية التساهمية تعتمد على تلك القوى. فإجابة للسؤال على ماذا تعتمد خواص المركبات الجزيئية، ستكون تعزى خواصها إلى القوى التي تربط بين الجزيئات معا. فعندما تكون تلك القوى ضعيفة، فاحتمال كبير أن تكون تلك المواد غازية كما في الجزيئات الثنائية، وعندما تكون أقوى فالاحتمال أن تكون هذه المواد سائلة أو صلبة، وعندما تكون أقوى فإن المواد تكون سائلة أو صلبة. فلماذا درجة انصهار وغليان المركبات التساهمية منخفضة مقارنة بالمواد الأيونية؟ المواد الأيونية غالبا تكون المواد صلبة، وبالتالي درجة انصهارها وغليانها مرتفعة. فلماذا درجة انصهار وغليان المركبات التساهمية منخفضة مقارنة بالمركبات أو المواد الأيونية؟ السبب لأن القوى الداخلية التي تربط بين الجزيئات معا ضعيفة مقارنة بالقوى التي تربط بين وحدات الصياغ في المواد الأيونية. لماذا الكثير من المركبات التساهمية غازات في درجة حرارة الغرفة؟ السبب لأن قوى الجذب بين الجزيئاتها ضعيفة. لماذا الكثير من المواد التساهمية عندما تكون صلبة تمتاز بالليونة؟ كمثال على ذلك البلاستيك، نجد أن البلاستيك مادة صلبة وفي نفس الوقت مادة لينة يمكن تنيها، فما السبب في ذلك؟ أيضا السبب في ذلك هو قوى الجذب بين جزيئاتها الضعيف. فضيف قوى الجذب بين الجزيئات يجعل المركبات التساهمية منخفضة درجة الانصهار والغليان، ويجعلها غالبا غازات في درجة حرارة الغرفة، وعندما تكون صلبة تمتاز بالليونة. حينما درسنا المركبات الأيونية قلنا أن السبب في كونها مواد صلبة غالبا هو التركيب البلوري لها. فما السبب في كون بعض المواد التساهمية صلبة؟ يعود السبب في صلابة بعض المركبات التساهمية هو التركيب الشبكي لها. فما هي المواد الصلبة التساهمية الشبكية؟ هي مواد ترتبط بشبكة من الروابط التساهمية، يعني أن القوى بين الجزيئية تجعل جزيئات المادة التساهمية مرتبطة ببعضها مشكلة تركيبا شبكيا، وهذا التركيب الشبكي يجعل المادة صلبة. ومن الأمثلة على مواد صلبة تساهمية شبكية نذكر الألماس وكذلك الكوارت، فهذان أبرز مثالين على مواد صلبة تساهمية شبكية. ولو لاحظنا الصور المجاورة نجد أن تركيب الألماس يكون على شكل شبكة تشبه التركيب البلوري في المركبات الأيونية، وكذلك الكوارت فنجد أن تركيبها شبكي تشبه شبكة الصيد. هذا يجعل هاتين المادتين تمتاز بالصلابة، ولكنها تختلف عن خواص المواد الصلبة الأيونية. فما هي خواص المواد الصلبة التساهمية الشبكية مقارنة بخواص
المواد الصلبة الجزيئية وكذلك المواد الصلبة الأيونية. المواد الصلبة التساهمية الشبكية تمتاز بأنها هشة، بمعنى أنها ليست لينة، فهي في هذه الخاصية تشبه المواد الصلبة الأيونية ولا تشبه المواد الصلبة الجزيئية، حيث أن المواد الصلبة الجزيئية تمتاز بليونتها. الخاصية الثانية أن المواد الصلبة التساهمية الشبكية غير موصلة للحرارة ولا الكهرباء، فهي بذلك بتلك الخاصية شابهت المواد الصلبة الجزيئية ولم تشابه المواد الصلبة الأيونية. أما الخاصية الثالثة للمواد الصلبة التساهمية الشبكية أنها شديدة الصلابة، فهي تفوقت في صلابتها على كثير من المواد الصلبة الأيونية وخالفت في صلابتها المواد الصلبة الجزيئية التي تمتاز بالليونة، وبالتالي يمكن خدج المواد الصلبة الجزيئية. ولأنها شديدة الصلابة يستخدم الألماس في أدوات حفر وقطع المواد الصلبة كالصخور. لماذا المواد الصلبة التساهمية الشبكية مثل الألماس تكون هشة وشديدة الصلابة وغير موصلة للحرارة ولا للكهرباء؟ أي ما تفسير لاتخاذ المواد الصلبة التساهمية الشبكية وكمثال عليها الألماس لهذه الصفات: هشة، غير موصلة للحرارة والكهرباء، شديدة الصلابة؟ يعود السبب في هذه الصفات إلى أن جزيئاتها وذراتها تكون متراصة في أشكال هندسية منتظمة كما رأينا في الصورة السابقة، مشكلة نظاما بلوريا شديد الترابط. هذا يجعلها قاسية بمعنى ليست لينة، ويجعلها هشة بمعنى غير قابلة للطرق إلى صفائح ولا السحب إلى أسلاك. أما كونها غير موصلة للكهرباء والحرارة فيعود السبب لعدم وجود إلكترونات أو أيونات حرة الحركة، فهي بذلك لا يمكنها توصيل التيار الكهربائي ولا الحرارة. فوجود إلكترونات أو أيونات حرة الحركة شرط أساسي لتوصيل التيار الكهربائي والحرارة. بهذا يكون انتهينا من الدرس 5-5 الكهروسالبية والقطبية، أي أننا انتهينا من الفصل الخامس الروابط التساهمية، ويكون بذلك قد أنهينا مقرر الكيمياء 2-1. ونلتقي بإذن الله في الفصل الدراسي والثاني ومقرر كيمياء 2-2. أسأل الله العظيم أن يوفقكم لكل ما فيه خير في الدارين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.